بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. إنه وقت الاصطفاف في زمن الالتفاف، فالحسبة واضحة وبسيطة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة الاثنين من ملك وكتابة. وزي ما قال لكم المهندس عدلي، ده وقت الاصطفاف ولا مجال للاستخفاف. المسألة بجد، الناس كلها لازم تاخد بالها، تاخد بالها، لأن لم يتعرض النادي الأهلي لهذا الهجوم المكثف الممنهج مع كل صغيرة وكبيرة وكل ما قيل وما لا يقال، وعملية اجتزاء للمواقف واجتزاء للقرارات واجتزاء للأقوال، وهجمة شرسة موجتها عمالة تعلى كل يوم. إذا ما كانش ولاد الأهلي وناسه، ناسه بجد، اللي بيحبوه بجد، اللي عايزين مصلحته بجد، يلتفوا حواليه في حزمة واحدة بجد بجد، فالموضوع مش مظبوط. طيب، عشان كده هنتكلم